حطو من جد داخل واحد الحراره كتخرج منه جايه عند الجبل على كل جهه وهي جايه في الوسط. اوكي عاوتاني كيفوت من هنايا بهذا البلايص شحال يدير هذا؟ دير 20 درهم. 20 درهم منتوجات نتاع هذه المنطقه هذه. السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد وجوله جديده كما موالفين. اليوم ان شاء الله كنتواجدوا او غاديين كما كتشوفوا في البلاكه اللي مورايا العين صفا والكاف. نمشيو نديروا جوله في عين صفا والكاف نشوفوا الاجواء. خليكم معنا قبل ما نمشيو ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو وديروا لنا جيم لا فيديو وتخليو لنا تعليقات ايجابيه كما العاده للتشجيع. شكرا لكم ونتلاقاو في الكاف ان شاء الله. دروك نمشيو ننطلقوا يا بسم الله. مابقاش بزاف يلاه بقات واحد زوج كيلومتر ان شاء الله ونوصلوا لعين صفا. من بعد عين صفا غادي نشدوا طريقنا للكاف. ها هي هنايا كاين عين صفا اليمن البصاره على اليسار نمشيو لوجده. هنايا غادي ندورو هنايا اليمن فوالا هذه هي دخله. شوفوا واحد المنظر جاي رائع الجبل مور هذا الجامع و ديكور ما شاء الله. الاجواء كما كتشوفوا خاويه الدواء. هنايا كاينه واحد السقايه كيسقيو هنايا الماء وكذا. صافي كملنا دروك عين صفا هنا في السنتر و دروك نشدو طريقنا للكاف. شوفوا لي واحد المنظر رائع يعني ضروري خصني نريض باش نصور لكم الفيو اللي كيبان من الفوق. ما شاء الله واحد المنظر رائع. غادي ندخل هنايا نريض ونصور لكم المنظر اللي كيبان من الفوق. شفتوا كيفاش جايه البلان نتاع هاد الدار نتاع الدار نتاع هاد القريه الصغيره. جايين الجبال على كل جهات وهي جايه في الوسط وجايه غارقه. شوفوا الجبال من عالي كاملين الجبال عاليين وهي جايه في الوسط غارقه. انتوما كتشوفوا فيا الهيهات شفتوني فين راني. يلا نكملوا الطريق ديالنا دروك ونهوجوا مع هذه فين هوز هذه اللوطو هاي ونمشيو. شوفوا المنظر كيبان تاع هاد الديار. فوالا دروك وصلنا حطينا الموبيله نمشيو نتمشاو على رجلينا ونكتشفوا الاجواء هنايا وغادي نبارطاجي معكم كل شيء ان شاء الله. واحد المنظر رائع. نكملوا الطريق ديالنا دروك. اوكي اللي خصو شي ديك وما انا يديوك على القرعه طواجن. فوالا شوفوا هاد المنتوجات هادو. هاد المنتوجات راه غير ديال الناس ديال المنطقه يعني غير ديال هاد الساكنه هادي اللي هنايا يعني داك الشيء راه طبيعي يجيبوه ديريكت هنا. واش هاد اللوز وهاد القرقع ديال هاد المنطقه بعدا المنطقه نتاع المنطقه ياك وقيله كلشي هاد المسائل اللي عندك هنا ديال هاد المنطقه. هاد القرقع اللي ماشي نتاعي القرقع اللي ماشي ديال هاد البلاصه. لكن ما قلت لكم هذا نتاع المنطقه هذا القرقع اللي قال لكم ماشي ديال هنا كلشي ديال هذه المنطقه. زيتون العسل هذه املو املو شحال يدير هذا؟ هذاك دير 20 درهم. 20 درهم يلا هو نكملوا الطريق ديالنا نتمشاو من هنايا. من بعد ما كنا عند هذاك اللي كيبيع تما هذوك المنتوجات نتاع هذه المنطقه هذه. طواجن هنايا خصو شي طاجين ولا. السلام عليكم. هنا واحد الهدوء في البلاصه هذه الكار. الله انا وصلنا مغاره تصفروا الكهف. شتو ندرك غادي نمشيو نكملوا الطريق. ها الهدوء نشوفوا اش كاين هنايا. اعلان ينهي رئيس الجماعه الى كافه الزوار مغاره الكهف انه يمنع منع كل استحمام واجب الدخول بزوج دراهم. اللي ما كانش هنا الماء نورمالمون البزرة كانت يخرج من هنا الماء وكيمشي مع هذا الطريق. شوفوا ندخلوا نكتشفوا هاد المغارة. عرفتوا من جد داخل واحد الحرارة كتخرج من هنا. تخيلوا معايا هاد البلاصة اللي ندخل بها كيخرج بها الماء كتكون كاملة عامرة بقاش غير من يوم الجفاف راه ما كاينش الماء. واو ما شاء الله منظر رائع جدا. كاين واحد البركه تاع الماء لهيه راه قال لي هذاك اللي عند الباب يعني راه هذا الماء اللي هنا زين قال لي بغيت تشرب ولا شفتو.
ومرة الظلام هنايا راه مشاعلين هنايا شي ضواوي، ما عرفتش واش غادي يبان لكم مزيان. شفتوا هما دايرين هنايا شي بيدويات وشي اللي بغى يسقي الماء. شوفوا واحد الحجر اللي هاد بيض، هذا شو هاد؟ فيه واحد المنظر عجيب ما شاء الله. فوالا من بعد ما كنت بوحدي نصور لكم، هما بداو يجيو الزوار يشوفوا هاد البلاصه الرائعه. عرفتوا كي تكونوا لداخل وتجيو خارجين كتبدل عليكم كيتبدل الجو، كتولي في شكل، كتحس بهذا برا. قلت لكم لداخل كان واحد الحراره. المهم جيت هنا باش نقول لكم كان الماء كيخرج من هنايا وكيجي كيهود مع هادي وكيمشي لهي هاد كيتعمر في ديك وكيعاود ثاني كيفوت من هنايا بهاد البلايص. شوف هذا الجامع، يبغي يصلي يدخل هنايا. هو وهنايا كاين هاد المنتوجات نتاع هاد الجهه كما قلت لكم. فوالا وك الجامع فين خليناه، وهنايا كاين واحد الباركينغ ها هو فين راه. هداك الشي مطراسي مريقل، تخليو هنايا اللوط ديالكم. وكاين تمايا العساس، العيون المائية، هداك الشي كيخرج من تحت الأرض. ودرك راه مشى الحال، وكما كتشوفو الناس هاهم عاد مازال كيجيو الزوار ديال هاد المنطقة هادي. وهنايا كاين هاد المحطه ديال الطاكسيات الكبار اللي كيديو وكيجيبو من مدينه وجده. المهم غادي نسول لكم على الثمن، سولت واحد الولد قال لي 20 درهم ولكن ما راهش متاكد. انا غنسول على البلاصه غير باش غير باش 300 درهم البلاصه 300 درهم الوجده. صافي بغيت غير المعلومه باش نديرها في الفيديو. الله يحفظك، شكرا، الله يعطيك الخير، اسمح لي على حليت عليك. مرحبا، الله يعطيك الخير. واشتو اللي سولته لكم 15 درهم، داك الولد قال لنا 20 يمكن غير غلطوا. صافي على هي ديك البركه المائيه هذه، راه كتعمر من هذاك الماء اللي كيخرج داك الكهف اللي دخلنا له قبيله. صافي درك بدا يبرد الحال. هنايا كاينه المدرسه، المدرسه الجماعاتيه ادريس الاول فرعيه صفرو، غير قريبه هنا. من بعد هذيك المدرسه اللي صورت لكم قبل هذا الفيديو، جيت طالعني شان خرجت هنايا في هذا السد هذا. شوفوا نتاع هذه المنطقه هذه، سولت قالوا لي راه كيكون عامره بالماء غير مع الجفاف، راه ناشف تبارك الله. لو كان تكون هذه عامره هنا بالماء يكون واحد المنظر واعر. فوالا هاد الجهه ديالها هو منا. وها فين كنت جيت طالع مع الطريق نيشان هنا كنا هنا. فوالا درك جينا نشريو الحرشه عند الصديق ديالنا. روح قول لي الثمن تاع الحرشه وكذا. الثمن نص درهم 13 درهم. هذا نص 13 درهم وهذا 7 درهم. وهذوك المسمن 3 درهم الحبه. ايوا ختامها مسك مع واحد البراد ديال اتاي مشحر. جيت هنا باش نقول لكم شكرا لكم على المشاهده، شكرا للناس ديال هذه المنطقه اللي الصراحه الناس اللي عمرها دار. عجبتني هذه المنطقه وعجبني الجو ديالها وعجبتني الطبيعه ما شاء الله. المهم خوتي نتمنى تعجبكم هذه الجوله ويعجبكم هذا الفيديو. ما تنساوش تبارطاجي الفيديو مع احبابكم واصحابكم، واللي عنده شي سؤال بغى يسول خليه لي في لي كومونتير انا غادي نجاوبه. والسلام عليكم.